مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من لقاء خاص. هذا العدد الذي نسجله في وضع استثنائي خاص ومقلق جدا بسبب هذا الوباء، وباء كوفيد-19. اليوم نلتقي هنا في مقر إقامة السفير الأمريكي بالجزائر السيد جون دي روشر، الذي سنجري معه هذا الحوار. مرحبا بكم سعادة السفير. مرحبتين. إذن سعادة السفير، كما قلت في البداية، اليوم نعيش في وضع استثنائي صعب جدا ومقلق جراء هذا الوباء، وباء كوفيد-19. هل سعادة السفير تأقلمتم مع هذا الوضع، يعني خاصة في عملكم اليومي الدبلوماسي على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الشخصي؟ طبعا الظروف التي خلقتها الجائحة ظروف صعبة جدا، ليس فقط هنا في الجزائر ولكن عبر جميع أنحاء العالم. نحن نتخذ إجراءات احترازية للوقاية ضد هذا الوباء، لحماية موظفينا وكذلك حماية زوار السفارة. أبرزت الجائحة أنه بالرغم من صعوبة الظروف فقد تمكننا من التعاون ومواصلة التعاون الوثيق مع الجزائر. فقد تمكننا بالتنسيق مع السلطات الجزائرية من إجلاء رعايا أمريكيين من الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إجلاء رعايا جزائريين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر. وهذا فقط مثال واحد على التعاون المثمر الذي يجمع الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية. في العام الماضي زرت الولايات المتحدة الأمريكية رفقة وزير الخارجية آنذاك عبد القادر مساحل لحضور جولة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي الجزائري الأمريكي رفقة كاتب الدولة مايك بومبيو. كذلك حظينا بشرف زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكية إلى الجزائر، زيارة قائد القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم إلى الجزائر، كذلك العديد من زيارات السفن البحرية الأمريكية إلى الجزائر. وخلال الجائحة عملنا بجد لتعزيز وترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. تمكننا من إعادة إطلاق الغرفة التجارية الأمريكية في الجزائر، كذلك تمكننا من إنتاج برنامج تلفزيوني حول ريادة الأعمال لدى الشباب الذي حقق نجاحا باهرا، برنامج عندي حلم. في الجانب الثقافي وقعت الأسبوع الماضي رفقة وزيرة الثقافة والفنون خطة عمل لحماية التراث المادي، الممتلكات الثقافية الجزائرية، تكوين بعض المسؤولين الجزائريين، وكذلك إعادة ترميم بعض الفسيفساء الجزائرية. فرغم التحديات الكبيرة التي عشناها حققنا الكثير من الإنجازات. طبعا سعادة السفير، ربما قدمت خلاصة عن أهم العلاقات بين البلدين قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا. لأسألك الآن، يعني في هذا الوضع الراهن اليوم تريدنا بعض الأخبار المبشرة من عدد من الدول، خاصة من الصين ومن روسيا ومن المملكة المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ متفائلا جدا من إمكانية تحقيق أو إنتاج اللقاح مضاد لفيروس كورونا خلال أو قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في 3 نوفمبر المقبل. أولا، يعني هل لديكم معلومات إضافية حول هذا اللقاح المنتظر، اللقاح الأمريكي المنتظر؟ وثانيا، ما مدى واقعية تصريح الرئيس الأمريكي؟ Of course, as you say, countries all over the world are working hard to find treatments. حال كل العديد من دول العالم تعمل لإيجاد لقاح أو علاج فعال لجائحة كوفيد-19. هناك جهود مشتركة للعديد من الدول في العالم. And the president has made clear that the U.S. government is planning to support. القطاع الصيدلاني في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأفضل في العالم والأكثر إبداعاً. To bring to people. الحكومة الأمريكية تدعم القطاع الخاص بالشركات الصيدلانية الأمريكية وتعمل معها بشكل وثيق لإيجاد علاج آمن أو لقاح آمن وفعال في أقرب وقت ممكن، وقد حققنا تقدما كبيرا حسب تصريحات الخبراء الأمريكيين وعلماء الأوبئة الأمريكيين، وسنقوم بتوفير هذا اللقاح فور تطويره.
سعادة السفير، وزير الصحة السيد عبد الرحمن بن بوزيد صرح قبل أيام قليلة بأنه سيلتقي العديد من سفراء الدول التي تقوم حاليا على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، بمن فيهم السفير الأمريكي هنا في الجزائر. هل جرى هذا اللقاء؟ ثانيا، هل الولايات المتحدة الأمريكية في استعداد من أجل تزويد الجزائريين في هذا اللقاح في الوقت المناسب وفي أسرع وقت ممكن في حال تم إنتاجه؟ طبعا I certainly have met with the Prime Minister. I've met with other Algerian officials. طبيعة الحال كانت لي محادثات مع الوزير الأول الجزائري وكذلك بعض المسؤولين الجزائريين الذين أبرزوا اهتمامهم باقتناء اللقاح. اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال في مرحلة التطوير، وهناك سنقوم بتعزيز التنسيق مع شركات الصيدلانية الأمريكية، الحكومة الأمريكية، وكذلك نظرائهم في الحكومة الجزائرية لدراسة إمكانية توفير هذا اللقاح للأشخاص الذين يحتاجونه في أسرع وقت ممكن. سعادة السفير، لأعود إلى تواجدك هنا في الجزائر منذ 3 سنوات، وأنتم ستغادرون الجزائر إثر انتهاء مهامكم هنا في البلاد نهاية هذا الشهر. ربما زرتم العديد من ولايات الوطن واستكشفتم الكثير عن الجزائر تاريخا وتقاليدا ومناطقا، يعني حاليا يعني ما هي الخلاصة التي خرجتم بها بعد 3 سنوات؟ Well, it's been a wonderful تجربتي أو الفترة التي قضيتها في الجزائر رفقة زوجتي فترة رائعة جدا. من الصعب اختيار حدث أو اختيار زيارة كي أقول بأنها كانت الأبرز أو التي تبقى راسخة في ذهني، فقد قمت ورفقة زوجتي بزيارة 22 ولاية في الجزائر. للأسف الجائحة لم تمكننا من عرقلت جهودنا لزيارة ولايات أخرى. الجزائر بلد جميل، كل الولايات مختلفة، كل ولاية مختلفة عن الأخرى، وكل ولاية تمتلك خصوصياتها، من الساحل إلى طمراسة، من الشرق إلى الغرب. لكن الشيء الأبرز والشيء الأكثر روعة في الجزائر هو حفاوة الاستقبال وكرم الجزائريين أينما ارتحلنا، وهذا سيجعل مغادرة الجزائر صعب جدا، لأن سنفتقد كرم وحفاوة استقبال الجزائريين. أود أن أقول أن تواجدي في الجزائر ومعايشة كأس أمم إفريقيا بتتويج الجزائر كانت تجربة فريدة من نوعها. سعادة السفير، سأعود إلى أسئلة شخصية حول علاقتكم مع الجزائر خلال السنوات الماضية، ولكن لننتقل إلى العلاقات بين البلدين خاصة في مجال التعاون الاقتصادي. البعض أو خاصة الخبراء يصنفونه على أنه دون المأمول، لأن التعاون الاقتصادي بين أمريكا والجزائر ينحصر أكثر في المجال الطاقوي. لماذا؟ أنا جد متفائل بخصوص التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر. التعاون في مجال المحروقات لديه تاريخ طويل بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شيء لا يعد مفاجئا. هناك بالإضافة إلى قطاع المحروقات هناك عدة قطاعات تشهد ترقية وتعزيز للتعاون الثنائي، كقطاع المعلوماتية، قطاع الصحة، قطاع الفلاحة، وهناك فرص كثيرة مستقبلا لتطوير التعاون في هذه القطاعات. خلال العام الماضي كانت هناك إعادة إطلاق غرفة التجارة الأمريكية في الجزائر، إجراء جولة أخرى من المحادثات في مجال الاتفاق الإطار لحول الاستثمار والتجارة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تم اختيارها كضيف شرف لمعرض الجزائر الدولي الذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، ولكن سنكون ضيف الشرف بعد الجائحة، ونحن نطمح أن يكون هناك نجاح كبير لهذه التظاهرة. خلال 6 أشهر الماضية كانت العديد من المحاضرات المرئية عن بعد مع رجال الأعمال والشركات الأمريكية الذين يتابعون التغيرات هنا في الجزائر، خاصة بشأن الاستثمار، قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وكذلك قانون المحروقات، وهم يثمنون الفرص المتاحة هنا في الجزائر. بسبب جائحة كورونا
كورونا لن يتمكن رجال الأعمال الأمريكيين من الزيارة من السفر وزيارة الجزائر، لكنهم متحمسون إلى فعل ذلك بعد انقضاء هذه الجائحة. وأنا جد متفائل بخصوص تعزيز وترقية التعاون الجزائري الأمريكي في هذا المجال، فقد شهدت الجزائر تغييرات إيجابية مؤخرا ستساهم من دون شك في تعزيز العلاقات الاقتصادية. ننتقل أيضا إلى التعاون الأمني بين البلدين، وهو ربما المجال الذي فيه شراكة كبيرة بين الجزائر وأمريكا. الوضع الخطير المتردي في الجارة الشرقية للجزائر ليبيا، ومآلات التي يمكن أن تنجر عن الصراع الدائر حاليا في هذه البلاد، كيف تنظر أمريكا إلى الحل في ليبيا، وكيف تنظر إلى الموقف الجزائري؟ Well, we certainly agree that the situation in Libya is a very serious. نتفق بأن الوضعية في ليبيا وضعية خطيرة جدا، ونتفهم موقف الجزائر باهتمامها وكذلك انشغالها بخطورة الأزمة في ليبيا أكثر من جيرانها الآخرين. نحن نحترم كثيرا معرفة وفهم الدولة الجزائرية للوضع العام السائد في ليبيا. الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تمتلكان نفس الرؤية بخصوص الحل في ليبيا. على المدى القريب يجب وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن يكون وقف إطلاق النار دائم، وقف العمليات العسكرية، وكذلك يجب أن تتوقف بعض الدول عن إرسال أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا، لكي نمكن السلطات الليبية من معالجة الأزمة الصحية العاجلة مستعجلا، وكذلك أن نمكن الليبيين، ويجب على الليبيين التعامل مع بعضهم البعض لإيجاد حل، وكذلك احترام القرارات الأممية بخصوص الأزمة الليبية. ونحن نتفق مع الجزائر حول خطورة الوضع وكذلك كيفية حل الأزمة الليبية. رغم ما تصفونه بتوافق الرؤى بين الجزائر وأمريكا أو بين أمريكا والجزائر ودعمكم للموقف الجزائري، لأنه مؤخرا تحفظتم على تعيين وزير الخارجية السابق رمضان العمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا. نحن نحترم كثيرا شخص السيد رمضان العمامرة الوزير الجزائري السابق، فنحن نعرفه جيدا وعملنا معه لعدة سنوات. يجب إيجاد حل للمعادلة الكبرى للوضع العام في ليبيا، فنحتاج للعمل بشكل فعال لاحترام للفرض احترام قرارات الأمم المتحدة، وكذلك إجبار الدول على عدم إرسال مقاتلين وأسلحة إلى ليبيا، وخلق الوضع الملائم لليبيين لمناقشة حل للأزمة الليبية. نحن نحترم السيد العمامرة الذي نعتقد أنه دبلوماسي فعال، ولكن نحن الآن في مبادرة للبحث عن أحسن حل للوضع العام في ليبيا. سعد سفير، عودتكم الدبلوماسية في الجزائر خلال 3 سنوات الماضية شهدت حدثا جزائريا استثنائيا، أتحدث طبعا عن حراك 22 فبراير 2019. أنتم كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر كنتم هنا في مقر السفارة، يعني كيف تابعتم هذا الحدث الجزائري الاستثنائي والخاص؟ Well, of course, it was, you know, an extraordinary event. حدث مهم جدا في تاريخ الجزائر. بطبيعة الحال تابعنا هذا الحراك عن قرب هنا في السفارة، وقد انبهرنا بسلمية الجزائريين واتحادهم للتعبير عن آرائهم بكل سلمية. الحراك كان ملهما ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ملهما لكل الشعوب والدول عبر العالم. فالجزائر انتهجت والجزائريون انتهجوا نهجا جديدا بجيل جديد من الجزائريين في ظل الجزائر الجديدة. أنا متفائل وأعتقد أن من سيخلفني في منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية سيجد الظروف الملائمة لتعزيز وترقية العلاقات بين البلدين.
ونتحدث أيضا عن الجزائر اليوم. الجزائر ما بعد حراك 22 فبراير ربما أطلقت منذ 22 فبراير مسارا جديدا نشهده لأول مرة هنا في البلاد، وهو مسار مكافحة الفساد، حتى أن كبار مسؤولي الدولة السابقين متواجدون حاليا في السجن. والآن الجزائر تبحث عن استعادة الأموال المنهوبة المتواجدة خارج البلاد. هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتعاون مع الجزائر في هذا المجال؟ Well, the United States takes a very strong position internationally. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية موقف دولي صارم تجاه الفساد عموما، فالفساد يعيق النمو الاقتصادي ويقوض الاستثمار في الدول. وهذا ونحن نأخذ محاربة الفساد بجدية وبصرامة، ونحن نتعامل مع كل دول العالم للقضاء على هذا الفساد. تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة قبل سنوات، وهذه الاتفاقية تتيح تبادل المعلومات القضائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن بطبيعة الحال على استعداد للتعاون مع السلطات الجزائرية للقضاء على الفساد. بما أنه هنالك اتفاقية موقعة بين البلدين في المجال القضائي، هل يمكن أن نصل إلى درجة أن تسلم أمريكا ربما مسؤولين سابقين متورطين في الفساد مطلوبين من طرف العدالة الجزائرية؟ اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن تسليم المطلوبين من طرف القضاء في أي دولة للدولة الأخرى، ولكن هذا لا يمنع عدم إدراج هذا المادة أو هذه القضية في الاتفاقية، لا يمنع من التعاون مع السلطات الجزائرية. في حالة ما إذا كانت هناك اتفاقية لتسليم المطلوبين سيكون الأمر تلقائيا، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يمكن التعاون مع السلطات الجزائرية للتسليم في حالة ما إذا كان ذلك. هناك بعض التقارير الصحفية التي صدرت مؤخرا تتحدث عن تسليم رجل أعمال مسجون حاليا في الجزائر لمبلغ 10 مليون دولار لمكتب مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل من تعليق؟ تعرفت على الأمر عبر وسائل الإعلام مثلكم تماما، وليست لدي أي معلومات حول الاتفاقية التي تجمع الطرفين. سعد السفير، ربما الوقت داهمني كثيرا، ولكن لا تزال لدي بعض الأسئلة وأود طرحها بشدة، فقط لو يكون الجواب سريعا من أجل أن نربح بعض الوقت. نتحدث أيضا عن غياب خط مباشر بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. في كل الحوارات الصحفية يتم استثارة هذه القضية، ولكن أود أن أسألك أنا، لماذا لا يوجد خط مباشر بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية؟ نتحدث عن الخط الجوي طبعا. قضية أو مسألة الخط المباشر بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لا يزال في طور المحادثات بين الطرفين. كانت لدينا محادثات مثمرة خلال فترة تواجدي في الجزائر. الاتفاقيات في الجوية، الخطوط الجوية، اتفاقيات معقدة نوعا ما. من دون شك جائحة كورونا أعاقت تحقيق تطور ملحوظ بخصوص هذا الأمر، ولكن هي أولوية، وأنا متفائل بشأن تحقيق تقدم مستقبلا إن شاء الله. الجزائر حاليا يبدو أن هنالك محاولة أو رغبة في الانفتاح على اللغة الإنجليزية. ربما أسألك أولا، هل اللغة الإنجليزية أفضل أو اللغة الفرنسية؟ وثانيا، هل هناك استعداد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لمرافقة الجزائر من أجل تعزيز حضور اللغة الإنجليزية هنا في البلاد خاصة على مستوى الجامعات؟ Well, certainly. اللغة الإنجليزية لغة مهمة جدا وتبلغ لها أهمية كبيرة جدا، فهي لغة التعاملات الاقتصادية والتجارية في اقتصاد القرن 21، فهي لغة النجاح من دون شك. نحن ندعم جهود الحكومة الجزائرية لترقية مكانة اللغة الإنجليزية. فقد تحدثت مع وزير التعليم العالي بهذا الخصوص، ولدينا خبيرين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية، أحدهما في الجزائر العاصمة والثاني في قسنطين، لدراسة كيفية إحداث مناهج تعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع نظرائهم الجزائريين. وقبل الجائحة كانت لنا زيارات لعديد من الخبراء الأمريكيين
حول إمكانية إحداث مناهج لتعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر. أتفهم الأمر بأن التحول اللغوي يشكل تحديا كبيرا في الجزائر، ولكن العديد من الشباب الذين التقيتهم لم ينتظروا تحديد أو تطوير مناهج لتعليم اللغة الإنجليزية، فهم يدرسون اللغة الإنجليزية بأنفسهم بكل الوسائل والطرق المتاحة، ومن دون شك نحن مستعدون للإسهام أو لمساعدة السلطات الجزائرية في تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية. تأشيرات السياحة والعمل والهجرة على ما أعتقد متوقفة حتى الآن منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، هل هناك موعد محدد من أجل استئناف العمل أو إصدار هذه التأشيرات بمختلف أنواعها؟ لا، ليس لدينا تاريخ لاستئناف استقبال طلبات التأشيرات، مختلف التأشيرات الأمريكية. أتفهم بأن الأمر يشكل تحديا وصعوبات للعديد من الأشخاص. نحن نعمل لإيجاد حلول، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم آجال يجب احترامها، ولكن الأولوية هي حماية وصحة الموظفين وكذلك طالبي التأشيرات، ونحن نعمل لإيجاد طرق وحلول مبتكرة لهذه المشاكل. لن أقدم أي وعود ولن أقول بأن الحل وشيك، ولكن نحن نعمل بجد لإيجاد حلول. سعادة السفير، ربما انتهى وقتي بشكل سريع، ولكن في سؤال أخير، لديكم حضور قوي جدا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة السيدة كارين روز التي لديها متتبعين بشكل كبير جدا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها شهرة واسعة في الجزائر بين الشعب الجزائري. شكرا على هذا السؤال. أنا فخور جدا بما قامت به زوجتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي خبيرة التواصل الاجتماعي في البيت. أنا أعتمد كثيرا على زملائي في مجال وسائط التواصل الاجتماعي، فهي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، وقبل أن تتزوج دبلوماسيا فهي سافرت عبر زارت عديد الدول عبر العالم، وهي فضولية بطبيعتها وشغوفة بعادات وتقاليد وتاريخ الدول، وإبراز هذه الأمور شيء طبيعي بالنسبة لها. وبطبيعة الحال الشيء الذي دفعها للقيام بذلك هو أن الجزائر بلد رائع، وقد استمتعت كثيرا خلال فترة تواجدها بالجزائر، ونحن سعيدون جدا برد الفعل الإيجابي والانطباع الذي تركه ما قامت به لدى أصدقائنا الجزائريين. وقد قمنا بزيارة 22 ولاية، وهي متأسفة لعدم تمكنها من زيارة 26 ولاية المتبقية، وهذا ما سيدفعنا للعودة إلى الجزائر لاكتشاف ما لم نتمكن من زيارته. But it's something that she's worked very hard at, and I'm pleased that our Algerian friends are so happy with it. سعادة السفير، انتهى هذا اللقاء بشكل سريع، فقط بكلمات قليلة يعني أريد أن أسأل هذا السؤال الذي بقي يحيرني دائما، لماذا لم تتم أي زيارة لرئيس أمريكي للجزائر حتى في المنطقة المغربية؟ لم على حد علمي يعني لم أسمع سابقا بأي زيارة لرئيس أمريكي لهذه المنطقة. نحن نثمن كثيرا علاقتنا مع الجزائر، ونأخذ العلاقات الجزائرية بشكل جدي. فخلال الفترة الأخيرة كانت هناك زيارة، كانت لنا جولة من الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن سنة 2019 برئاسة السيد وزير الخارجية آنذاك مساحل، وكذلك كاتب الدولة الأمريكية بومبيو. شهدنا زيارة لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد، نائب وزير الخارجية الأمريكي سوليفان كذلك زار الجزائر، وكانت العديد من الحوارات حول التجارة والاستثمار، وكذلك الحوارات العسكرية، وكذلك في المجالات الاستراتيجية الأخرى. فقد تمكننا من تحقيق الكثير من الإنجازات حتى من دون زيارات، ونحن نأمل أن تكون هناك زيارات مستقبلا إن شاء الله. سعادة السفير، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الحوار الذي جمعنا بسعادة السفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد جون دي روشر. ألقاكم في فرصة أخرى، إلى اللقاء.